أهم التطورات في العراق نتابعها بدقيقتين. الحكومة تعتقل متورطين بهجوم السفارة الأمريكية وتلاحق الآخرين بأوامر قبض. الاتحادية تقول عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان يجب ألا يكون مبرراً لتعطيل الجلسات. الحرائق في العراق تخطف حياة 500 شخص في عام واحد. أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام القبض على عدد من المتورطين بقصف السفارة الأمريكية قبل أسبوع، وأضاف أن بعض المعتقلين على صلة بالأجهزة الأمنية، مؤكدا مواصلة البحث والتحري للقبض على كل من أسهم بهذا الاعتداء. قالت المحكمة الاتحادية إن عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان يجب ألا يكون مبررا لتعطيل عمل المجلس. المحكمة ذكرت أن خلو منصب الرئيس معالج في نظام الداخلي للبرلمان ويقتضي انعقاد المجلس لغرض فتح باب الترشيح لرئاسته. حددت خلية الإعلام الأمني مقر قيادة العمليات المشتركة مكانا للمركز الإعلامي للجنة الخاصة بتأمين الانتخابات. بيان ذكر أن الخطوة تهدف إلى تغطية الانتخابات المحلية من الناحية الإعلامية وتزويد الإعلاميين والصحفيين بما يحتاجون إليه من معلومات. شدد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على ضرورة حماية أصول وموجودة الشركة العامة المملوكة للدولة واستخدامها في زيادة إنتاجيتها. وناقش السوداني مع اللجنة المعنية بإعادة هيكلة شركات القطاع العام استغلال الشركات في دعم الاقتصاد المحلي ورفد الخزينة العامة. قالت مديرية الدفاع المدني إن نحو 500 شخص لقوا مصرعهم جراء الحرائق في العراق خلال العام الحالي. وتؤكد المديرية أن أكثر الحرائق المسجلة كانت داخل المنازل، لكن نسبتها انخفضت 20% عن العام الماضي. للمزيد تابعوا منصات يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.